يا عاقل نوصيك شلة موصية وتفكر وشوف ليامك فاتو صحبة هذا الجيل ما فيهم نية ويصحب الغيبة شقي صالحتو إلا فقت معاه يفرقك دغيا ويولي يهدر ويقول ليهم مليتو كذا من صاحب اللي صحبتو بالنية وحتى واحد ما صدق لي صبتو هذا الوقت الصعب دروك يا خويا وهذا الوقت اللي يمكن تروح حيلاتو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحياتي للجمهور داخل الوطن وخارج الوطن، مغاربة الحرار اللي ما يفوتوا عار. وهذا الفيديو غادي نهديوه لكم من المطار انقاد وجدة الشيخ علال اللي كل عام كيوجد الجالية، وهذا يعني كنحيو التراث ديال البلاد يعني ديال الوطن، تراث الوطن. وكل عام راحنا في هذا المطار كنوجدوا الجالية كنفرحوا بهم والناس اللي يحبوا الشيخ علال واللي جاب الله الله يخليه في كرمونا وكيفرحوا بينا وكيتهلاو فينا والحمد رب العالمين الله يزين الوقت. لكن يا سادات يا كرام غادي نوليو للحكايه اللي كنا فيها هذه الحلقه الزوجه بالفعل. هذا الشيباني كما قلنا دار فيه هذا الولد، قال له شوف انا كنت صاحب باك بالنيه والعهد وه ولكن غادي ندير الراي ديالي، قال له ندير رايك، قال له غادي تولي لاباس عليك وتولي تاجر ولكن الا تبع الطريق ديالي. قال له كيفاش هاد الطريق اسيدي؟ قال له غادي تنوض تزوج. نزوج ايه؟ شكون اللي غادي ندي؟ قال له شوف غادي تزوج وغادي تدبر المراه اللي هي تكون بنت الاصل، بنت الاصل والمفصل. قال له سيدي واش غادي نقول لك، لا اله الا الله. الولد الجماعه خرج البلاد يعمر بلاد ويخوي بلاد، يعمر بلاد ويخوي بلاد حتى يخلط واحد البلاد يعني ضره الجوع، ظل يتمشى مسكين ما لقى ما ياكل، يخلط على واحد الكرمه يقلع منها واحد الكرمه وساكلاها واكلاها وهو شافو مول الجنان. قال له ايه اسمو راك دير؟ قال له يا سيدي انا كلعت واحد الكرموسة كليتها ودروك تبغي تسمح لي؟ الله يجازيك بخير، ما تسمح ليش غادي نخلصك فيها. هذاك السيد مول الجنان قال له شوف انا راني شرك انا وواحد صاحبي، انا نقدر نسمح لك ولكن صاحبي ما غاديش يسمح لك. علاش؟ أو قال له راها الشركة هذه. سيدي قال له نمشي عنده، قال له روح للبلاصة الفلانية شوف إلا بغى يسمح لك يسمح لك. صحة، شوف الناس اللي كتخاف الله. جا غادي منا 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 يعني حتى يخلط الجماعة يسول على ذاك السيد، خلط عليه يصيبه قدام الخيمة. بكري ما كانتش الناس دير العمارات، لا. السلام عليكم، قال له وعليكم السلام. اش بغيت اسيدي؟ قال له يا حبيبي انا يا راني فت على الجنان نتاعك وراني لقيت الشريك ديالك صاحبك، ايوا وراني قلعت واحد الكرموسة كليتها. هذاك السيد صاحبك راه سمح لي ولكن انت ما نعرف تسمح لي ولا ما تسمح ليش. خينا بقى يشوف، قال هذا طيق الله سمح لي صح ما تسمح ليش غادي نخلصك. انتق هذاك مول الجنان قال له نص الكرموسة ديالي، إيه؟ قال له ما نسمحلكش. علاش؟ ما نسمحلكش يا سيدي رزقي هذاك، راك خونتني. قال له سيدي لو كان بغيت نخونك، لو كان راني مشيت ديك كاع ما تشوفنيش، ولكن الله تعالى راقب انا نخاف الله. قال له اسمع، إلا بغيتني نسمحلك غادي ندير معايا شرط. أما هو؟ غادي نعطيك واحد البنت ديالي عمياء ما تشوفش، طرشه ما تسمعش، زحافه ما تمشاش. اكيد هادي لو كان كانت غير عمياء نقولوا ما كاين مشكل، لو كان كانت غير عوجه نقولوا ما كاين مشكل، لو كان كانت غير طرشه ما كاين مشكل. هادي كلشي تراجع فيها طرشه وعمياء وعوجه بزاف هادشي هذا. يا سيدي قال له نخلصك وما نديش البنت، قال له إلا ما تديش البنت ما نسمح لكش. قال له واخا،
شوف الناس اللي تخاف ربي قال اللهم نديها ولا نتقلد بهذا النص نتاع الكرموسة امام الله ما عنديش باش نخلصه. شوف الناس اللي كتخاف ربي فعلا داها من اللي جا داخل عليها عروس السيب البنت كأنه هو ياقوتة بالزين نخلع. قال لي كيفاش انا بوك؟ قال لي راكي ما تسمعيش وراكي ما تشوفيش وراكي ما تمشيش. قالت له بالفعل بوا ما كذبش عليك ما نسمعش الكلام الشين وحار صالش ليا ما نمشيش للبلايص اللي ما صالحينش وطرشا ما نسمعش الكلام اللي هو ماشي مليح وعمياء للناس ما نديش رزق الناس ونسمع الهضرة الشينة. قال هذه كرامة جابها لي ربي. دار بيها العرس قعد العام الأول العام الثاني العام الثالث جاب معها واحد الولد. هذا الولد اللي جابه سبحان الله العظيم هلالي ويعرف المعنى بزاف وربي كرمه بهذا الكنز هذا. وقال لها غادي ديري الراي ديالي. قالت له كيفاش؟ قال لها انا عندي واحد الصديق صاحب با وتانا ولا صاحبي ولكن راني خويت عليه البلاد هذه مده وخصني نمشي نشوفه تمشي معايا؟ قلت له نمشي. راه جايبها وجايب ذاك الولد ويعمر بلادي ويخوي بلاد ما يخويها ويعمرها الا ربي الوحيد الجواد حتى يخلط لهاد البلاد. لما خلط لبلادو مشى يدور على صاحبه يصيب الشيباني ما قدرش مسكين يتمشى صافي اكبر الارض. جا عنده السلام عليكم. عليكم السلام. قال له عقلت عليا؟ أولي قال له مش عليا الحالة وليدي هنا كبرت. قال له أنا صاحبك وانت اللي كنت صاحب با. الله يا ودي غيبت عليا هذه مدة. قال لها سيدي راجع برب العالمين وراني درت الراي ديالك وراني تزوجت وراني ديت واحد البنت اللي تخاف الله وأنا نخاف الله وراجع بربي واحد الولاد. قال له مرحبا حكاية راها زايدة القدام هذه الحلقة الزوجة. سمع البلان واسمو غادي يدير هاد الولد اللي عطاه له حتى هو سيدي ربي. والسلام عليكم تحياتي للجمهور داخل الوطن وخارج الوطن. الشيخ الله يهديكم هاد الفيديو من مطار وجدة أنقاد.